كيف نفعل الإشعارات في يوتيوب؟ في كثير بنات يقولن لا ما بيجيني إشعارات، كثير بنات بيقولن ما بيجيني إشعارات، بنفتح بتبثوا وما بيصلنا إشعارات. طيب ليش؟ السبب بسيط جدا، تفتح يوتيوب، وبعد ما تفتح يوتيوب يا بنتي تروحي على يوتيوب وتفوتي على اي قناة بدك اياها، على قناتك او اي قناة او اي صفحة، تضغطي على الزاوية هاي، شوفي الزاوية هنا، الاعدادات، الاشعارات، شوفي الاعدادات، نرجع على وراء، هذا يوتيوب مثلا، هاي قناتي، قناة ابو العز، فتحتي عليها، تضغطي على هالزاوية هاي هون، الاعدادات بالزاوية، شوفي الزاوية هذه، هذا النقط الثلاث هذه تضغطي عليها، الاعدادات، الاشعارات، تجدي مكتوب هون فعلي، تقولي مثلا ملخص يومي مرسل في وقت محدد، اذا بدك يرسلوا لك يوتيوب رسالة كل يوم بوقت انت تحددي، تقولي له مثلا ارسل لي الساعة 8 الصبح 8 بالليل شو الاخبار القنوات اللي مشترك فيها. لهون الاشتراكات، اعلامي بالاشتراكات، انا فعلها اي قناة مش تشتركي فيها يرسلوا لك. اعدادات القناة لكل قناة، ممكن هون تفعلي ايضا البقية، النشاط على قناتي، الانشطة المرتبطة بتعليقاتي، اقتراحات، كل الانشطة بتقدري هون تفعليها. شوفي انا مفعلها، المشاهدة على التلفزيون، ممكن تشاهدي جوالك هذا، اذا عندك تلفزيون متطور، ممكن تشوفي جوالك هذا، تشوفي جوالك هذا وتشوفي يوتيوب على التلفزيون. شوفي مثل هون مكتوب، شوفي المشاهدة على التلفزيون، انا مفعلها ليش؟ اقدر اشوف جوالي على التلفزيون. بهذه الطريقة انت تفعلي كل الاشعارات، بصير اي قناة مشتركة فيها مباشرة يصلك، انه جماعة اذا يعني مثلا قناتنا بثت يرسلوا لك رسالة انه قناة ابو العز بتبث، قناة ام عبد العزيز بتبث، وهكذا. شكرا، ميرسي.